حديث الروح، حديث الروح، حديث الروح. برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية، كل نهار ثلاثة من 10:30 الليل على الحياة فام. حديث الروح. مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مشاهدينا مشاهداتنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وصحة شريبتكم في هذا الشهر الكريم، شهر مبارك، إن شاء الله مبارك علينا وعليكم أجمعين. مرحبا بكم الناس كل على إذاعتكم إذاعة الحياة أف أم بالقيروان. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج جديد على أمواج هذه الإذاعة. برنامجنا اخترنا له اسم حديث الروح. حديث الروح هو حديث من الروح إلى الروح، نتمنى أنه ينال إن شاء الله إعجابكم. وهذا البرنامج نتناول فيه مع ضيوفنا نماذج من الأعمال الفنية والروحانية والتجليات نتحدث فيها، وهذاك علاش سميناه حديث الروح. وما فيها باس، نحن نستنى مقترحاتكم ونستنى آراءكم الكل بكل رحابة الصدر على صفحتنا على الفيسبوك، صفحتنا برنامج حديث الروح الحياة اف ام. مرحبا بكم وصحة شريبتكم من جديد. نرحب بكم في هذا الجو البهيج الرمضاني في قيرواننا الماجدة، قيروان المجد والتاريخ، قيروان الحضارة، قيروان الروحانيات. في هذا الشهر المبارك سنحلق بكم ان شاء الله مع ضيوفنا الكرام اللي اخترناهم وانتقيناهم مع بعضنا باش يعجبوكم وينالوا اعجابكم ان شاء الله. حلقتنا اليوم هي حلقة استثنائية متنوعة، حلقة مميزة ان شاء الله تنال اعجابكم. اولا باش نمر الى الترحيب بضيوفنا الكرام. ضيفي في الاستوديو واللي شرفني وجوده معنا في برنامج حديث الروح هو فنان ابن القيروان، فنان انيق، فنان دائما يعني يسعى الى النهوض بالاغنيه، هو صديقنا الفنان محمد الخضراوي. اهلا وسهلا بك سي محمد وصحه شريبتك. اهلا وسهلا، صحه شريبتكم لجميع المستمعين، وشكرا على الضيافه وان شاء الله نعدي سهريه ممتعه قيروانيه، فهمت الله، وان شاء الله معناها معناها البرنامج هذايا اللي هو مازال جديد لكن نتصور فيه اضافه كبيره، وشكرا على هذا. العفو، مرحبا بك، شرفتنا ونورتنا في اذاعتنا اذاعه الصحه، الاذاعه القيروانيه بامتياز. ضيفنا اليوم مانيش باش نسميه لكم، باش خليكم تكتشفوه وباش تعرفوه من خلال هذا البورتري او البروفايل باش نقدموه لكم. نسمعوا مع بعضنا ونحاولوا الاكتشاف ونحاولوا نتعرفوا على ضيفنا المميز. ضيفنا اليوم هو فنان موسيقي قيرواني المولد، تونسي المنشأ، عالمي الإشعاع، إشعاع أصبح يعني على مستوى العالم. هو أحد رموز الأغنية التونسية التقليدية بل وحتى المعاصرة. ضيفنا تعدى بمحطات كثيرة في مسيرته الإبداعية وساهمت في تكوين شخصيته الفنية. انطلق في بدايته من القيروان في نوادي الشبيبة المدرسية، بعدها تحول إلى العاصمة لمواصلة الدراسة الجامعية، التحق بالمعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، زاد تعلم أصول الموسيقى والغناء وحفظ المألوف على يد كبار الموسيقيين والملحنين. له مشاركات عديدة في مهرجانات وطنية ومهرجانات دولية، في مهرجان الأغنية التونسية، وقام بحصد الكثير من الجوائز. يعتبر سفير الأغنية التونسية في العديد من المحافل الدولية خارج أرض الوطن، شارك في الكويت، في مهرجان جرش بالأردن، في البحرين، في الإمارات، في شرم الشيخ، في فرنسا، في عاصمة الضباب لندن. عنده كليبات مزيانة، عنده أغاني حلوة، عنده مشاريع أعمال، اتعدى من مرحلة الإنتاج الفردي للأغنية المجردة، الأغنية البسيطة اللي يطلع على الركح يعمل أغنية ويهبط، لا، هو عنده تصور وعنده مشاريع قام بها في شكل أعمال تنتحدث فيها إن شاء الله تباعا. بصراحة كان باش نواصل نحكي لكم على ضيفي، بشوفه وقت الحصة ما نكملوش حديثنا عليه.
نتخيل أن لو كان نتعرفوا عليه وبعدين نواصلوا حديثنا يكون أفضل. إذن خلينا نتعرفوا على ضيفنا المبجل، ضيفنا الكريم اليوم اللي بصراحة نهديله هذا البرنامج. هذا البرنامج اسمه حديث الروح، وينا من الروح إلى الروح أجعله هو قائد هذا البرنامج، هو القاطرة التي ستقود هذا البرنامج على مسيرته بحول الله. وهو يشرفنا أن يكون أول ضيف واللي يفتتح هذا البرنامج بكل شرف، هو صديقنا وأخونا ونجمة تشع في سماء القيروان وتونس، الفنان الكبير زين الحداد. مرحبا بك. شكرا لك سفيان، بارك الله فيك. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الحياة اف ام. سعيد كل سعادة بوجودي معاكم وبيناتكم في في مدينة القيروان اولا، وفي هذا الفضاء الجميل، هذه المؤسسة الإعلامية الجديدة. أهلا وسهلا. اللي نتمنى لها كل التوفيق وكل النجاح لكم انتم كعاملين وكمنشطين، وان شاء الله تعطي اضافه معناها لمدينه القيروان ولكل معناها المستمعين اللي يسمعوا في الاذاعه هذه. وانا معناها اتشرف بوجودي معكم، وما وجودي معناها جيت من تونس خصيصا، حبيت ما حبيتاش بالتليفون، حبيت نجي خصيصا خاطر نحب معناها حضوري يكون معناها حي، وحتى السادة المستمعين معناها ممكن يستمتعوا معنا اكثر من التليفون. ونحب نزيد نقرب، وما تنساش انت راهو قروان معناها بالنسبه لي انا هي معناها الهواء الصافي، هي معناها تزيد تنعش لي روحي، وعلى قد ما يجي القروان على قد ما نعبر لي الريزيرف نتاعي من الهواء. دونك المره ذي انا جيت باش نجي باش نتلاقاو مع بعضنا، ونحب نشكرك على البرنامج هذا. عفوا. ان شاء الله نتمنى له ان شاء الله النجاح، خاطر معناها برنامج هو ظاهر فيه انيق، معناها فيه الأناقة ويحكي معناها ثم جوانب ممكن خفية وهامة بالنسبة لكل فنان اللي أنا تو موجود عليه باش نحكيو فيها. شكرا لك على الاستضافة. العفو. ومرحبا بك ومرحبا بكل تساؤلاتك، وإن شاء الله معناها نفيدوا السادة المستمعين وإن شاء الله يستمتعوا معنا. أكيد أكيد. هي وسائل حي بين قوسين صديقي وأخوي محمد الخضراوي. مرحبا بك. صح شريبتك أبو محمد. إن شاء الله صح شريبتك. إن شاء الله نتلقاو في الخير يا ربي ديما هكا. أمين أمين. بارك الله فيك. بالطبع سي محمد نعديك الكلمة باش ترحب معنا أيضا بصديقك وعشيرك الفنان زين الحداد بطريقتك الخاصة. تفضل. أخويا زين هي عشرة كبيرة ياسر من الصغر، وعشرة صافية، وهذيك علاش العشرة اللي ما فيهاش مصالح واللي فيها كل تلقائية، فهمت ولا؟ هذيك اللي دوم وذيك اللي دامت. صحيح. بينه وبين الزين وبين حتى افراد اخرى من الفرقه اللي كنا ناخذ مع بعضنا والجيل هذاك، فهمتوا لا؟ معناها تربينا على اسس معناها وسلوك. من وقتاش تعرفوا الفنان زين الحداد يعني؟ من السبعينيات. ما شاء الله. اي ممكن قبل حتى الفتره هذيك السبعينيات، قبل ما يتحول الى تونس في القيروان. قبل ما يتحول الى تونس هو لانه معناها بدينا مع بعضنا، بدينا كما جبت انت شبيبه المدرسيه. فعلا. ثم سي محمد المكني تلمذنا عليه. المرحوم. فهمت ولا؟ الله يرحمه. الاستاذ محمد المكني، وخذينا منه برشا، فهمت ولا؟ خاصه الديسبلين والانضباط و ثم بيك حموده الزرق الله يرحمه زاد تعلمنا عليه المالوف، فهمت ولا؟ ومشينا للدستور، فهمت ولا؟ مشاركات كانت في تستور. مشاركات في تستور، فهمت ولا؟ وبعد عملنا فرقه، فهمت ولا؟ وقتها فرقه، اول فرقه فهمت ولا خرجنا فيها عده وجوه، فهمت ولا؟ معنا نيره كانت. انت حكيت محمد، سامحني سفيان، نحب نعرج نحيي معنا من خلال الميكرو تاع اذاعه الحياه فهم، نحب نحيي معنا اصدقائنا اللي معنا تعشرنا معهم اللي موجودين معنا. ربي يمد في انفاسهم. قاسم البليلي، سلاح الزرقاء. نعم. تحيه لهم. جلال الخشين. جلال الخشين. ناصر الله يرحمه. ناصر الله يرحمه. الطهرماني الله يرحمه. استاذ رياض عبد الله. مسالم بوقطايا ربي يفضله وربي يعطيه الصحه. محمد القذامي. محمد القذامي زاد صديقنا محمد القذامي. وناصر القرفال. وعمر بوتن. ناصر قرفال. الفنان رياض عبد الله. رياض عبد الله بالطبع الكل يعطيهم الصحه. قبلنا ذاك لقيناه هو سي رياض عازف ممتاز. اكيد. انامل من ذهب. اكيد. فهمت ولا؟ هذاك قبلنا نحن. سبقكم. اي سبقنا. اكيد. سبقنا فهمتني.
وقعدنا في كل عشرة هذيك معناها قعدنا مع بعضنا وكل ما كناش نلوجوا على المادة وما كنا نلوجوا على كل الأجواء واللمة وقتاش نتلموا وقتاش والغرام معناها والغرام هززنا وخدنا الصغر وكل التمارين والجو نتاع التمارين واللمة فرحانين كنا نبداو ماشيين باش نترناو فهمت ولا في مع بابي حمودة ولا محمد المكني نستناه في كل الحصة هذيك فهمت ولا والمشي نتاع تستور كان سامي القدشي كيف بدا مغدو ماشي التستور بدا يستنى وقتاش أكيد أكيد فهمتني وقمنا بعد التظاهرات وحفلات وكذا ثم جاتك الفترة اللي زين وقتها ما هي كانوا اللي قراوا التلامذة الكل معناها اللي ياخذوا الباك وكذا كان ما كانتش الآفاق موجودة برشا لهنا فماش مؤسسات جامعية اللي مشاو لتونس وكذا فهمتوا منهم خويا زين معناها محمد بوغلة محمد بوغلة محمد بوغلة هو محمد بوغلة من الفريق نتاعنا مشاو لتونس معناها سي زين دخل مازال مستقر في تونس تحية ليلو اي بوغلة دخل الباك فهمتوا لا والحاجة اللي هالباهية اللي عملوها فهمتوا لا وخاصة خويا زين اللي واصل فهمتوا لا دخل ديركت الرشيدية ايوا هنا محطة كبيرة محطة كبيرة الرشيدية محطة كبيرة قعد فهمت ولا وكارو كان ساعة مجد بن علجية وكانت من خيرة العازفين صحيح معناها كانت احتك فرقة احتك تبجع بالناس. أكيد معناها إيه معناها مش من السهل باش إنسان يدخل أكيد معناها ليس من السهل والناس أكيد. فهمت ولا ومالوف فهمت ولا سعد مجد بن علجية المعروف عليه كونه ديسبلين ثم ثم أعلام زاد حصل لي شرفت على تلمت عليهم سي طاهر غرس الله يرحمه سي شاهد لي أنور سي صالح المهدي هذوما الكل معناها سي محمد علي بن وحيد هذوما الكل أقطاب في الرشيدية وأنا معناها يحصل لي شرف كبير واني معناها الطرقات في الرشيدية ما قارب 13 سنة وثم نقطة هنا نحب نقولها وهي معنا بالنسبة للشباب اللي يسمعوا فينا أيوة. نقول لهم راه قد ما تتمرنوا قد ما تشتغلوا في المجموعة راهي باهية برشا على خاطر المجموعة تكون الأصوات وتكون معناها موسيقيا اللي ناوي باش يغني وممكن حتى يلاحظوا حتى الناس كل تعرفوا أنه في الفرقة مثلا فرقة الوطنية الموسيقى وإلا فرقة الموسيقى العربية أغلبية الأصوات الجيدة تخرج من المجموعة الصوتية دونك أنا حصل لي شرف وأني قعدت تعرف في الرشيدية كنا كل يوم التمارين كل يوم التمارين في آخر كل شهر ثم حفل يتم أيوة دونك ننصح بها معناها الشباب ما ساش معناها رساله صغيره للشباب نقول لهم يا شباب راه قد ما تتكونوا في المجموعه ماهوش معناها استنقاص من قيمتك ولو حتى يبدا عندك صوت لكن راه يزيد يكونك ويزيد يدعمك اضافه فعلا هو تو المطرب او اللي يتعلم في الموسيقى ويتعاطى النشاط الموسيقي تقول اقعد في المجموعه الصوتيه يراها يعني استنقاص من قيمته شوي بالعكس هي ديك المدرسه اللي باش يتلقى فيها التكوين الاساسي على يد يعني الاساتذه كفاء في كل الفرق الجهوية والوطنية بالطبع خاصة الملوف توا كيف تشوف معناها توا الفرق وكذا شنو الملوف ما قعدش معناها نحن كنا وقت اللي ندخلوا حتى الافراح وكذا فهمتوا لا نعملوا المالوف البدايه تم استفتاح بالوصله ثم حتى كليونات تجي يقول لك نحب المالوف تلقى الشيخ على المالوف وكليونات وكذا يطلبوه توي محمد توا تصور طول عباد قاعده تسمع فيك يقول لك والله هيش بد المالوف هات نعمل شويه مالوف سمعنا شويه مالوف شويه شنو نقعدوا نذروا نظريا والكون الى جمالكم مشتاق مشتاق والعالم كله لكم عشاق والعالم كله لكم عشاق من اين يا سادتي ترى طينتكم طينتكم ما اجملها تبارك الله خلاق ما اجملها تبارك الله خلاق روحي امست واصبحت في ذلال في ذلال لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله الله 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 انت على الطائر اختيتها يعني لايف بارك الله فيك جزاك الله خير اذا شكرا على هذه المراوحه الغنائيه تو نحب ما نقعدوش يعني باش نعملوا السرد الكلاسيكي نتاع المسيره اللي يحب يدخل الى مسيره الفنان زين الحداد نعلموه انه فما
سيت ويب كامل على ذمة المطلعين والباحثين والمبحرين في الانترنت. كل إنسان عنده كيوريوزيتي حب الاطلاع يتفضل يلقى ما شاء الله كل شيء ديتاي. طيب نحن نحب نبدأ من أين وصلنا في آخر يعني حفلة قام بها الفنان زين الحداد وبعد نعمله يعني ريكارج. هي ممكن توا اليوم 9 مارس معناها كنت قدمت عرض أنا ومجموعة موسيقية. العرض هذايا هو خامس عرض معناها اللي فيه فكرة عرض. خاطر طبعا عندنا ما يقارب خمسة سنوات وست سنوات في كل عام نعمله عرض فيه معناها مشروع تلقاه فيه فكرة. الفكرة الأخيرة هذا العرض الأخير سميته على ضفاف المتوسط. شنو على ضفاف المتوسط؟ أيوة. هو لقاء بين 3 فنانين من بلدان متوسطية يجمع بينهم حب الفن والموسيقى في نفس الوقت حبينا التقارب يقع بين ضفاف المتوسط من خلال معناها المطربين الممثلين لهذه البلدان. كان من فرنسا عنا عازف متميز في فرنسا اسمه ترومبيت اسمه نيكولا بارونيي وعنا مطربة إيطالية سوبرانو تغني الشانليريك والغناء معناها كالتلاني حلو برشا اسمها سارة مارتورانا وأنا كنت كتونسي. والفرقة الموسيقية فيها من خيرة العازفين اللي عندنا سعد البصمة سهلسي وحمزة أبا رامي الدرقيش أسامة المهيدي حسني النغموشي معناها هذوما عازفين غولة برشا بالقدام على مستوى عالي. واش حبينا باش في القطع في هاللقاء هذا حبيته يكون لقاء نتلقاو فيه 3 فنانين على ركح واحد معناها ونقعدوا على نفس الركح مع بعضنا وكل واحد يغني من بلاده من ريحة بلاده والاخرين او المطربين الاخرين او الموسيقيين الاخرين يشاركوا. لكن نجم نطوعوا يعني اغانينا التونسيه مع اغاني غربيه واغاني بالضبط هيك اللي يقع هو معناها ثم اغاني طول ان شاء الله التسجيل معناها مش يتبث عن قريب الحفل يتبث وانه لازمك تختار الاغاني هنا ممكن الجانب التقني الموسيقي. بالنسبه للاغاني التونسيه اخترنا اغاني اللي تكون معناها تطاوع التنفيذ الموسيقي بالالات الغربيه بالضبط المقام تاعها يعني مينور في الماجور مينور معناها حاجات كيما هكا. وفي نفس الوقت حبيت نشرك الترومبيت في الاغاني نتاعي ايوه وما قصرش عمل حتى دي سولو معناها وخرج ولعب هو الفنان هذا فرحان برشا قال لي باش نعزف معناها حاجات تونسيه ويستنى فيها. وجاء روبين قوسين جاء على حسابه وفي الإقامة على حسابه وهو فرحان بطبيعة هذا الكل علاش خاطر هو ثم عمل خيري جمعنا 3 مع بعضنا هو عليه. عمل فيت روتاري المرسى على المداخيل متاع العرض هذا معناه خذته الجمعية دي باش تعمل عندها مشاريع بالضبط. روتاري المرسى لو يعني من واجبنا أن أي عمل خيري نساهم إعلاميين في إبرازه. روتاري مرسى على حسب ما تابعت أنه عنده يعني إشاعة على ولايات داخل الجمهورية تساعد يعني في كثير من الأعمال الخيرية. عملت عندها ثم في مدرسة في شمال الغربي في فرنانة وأيضا ثم قاعة متعددة الاختصاصات في شيرة رواد وأيضا ثم معناها سنتر كبير متاع الجاسترو في الرابطة. هذا الكل معناها عملوهم هما وبمساعدة العباد اللي تحب تساعد. والحفل هذا كان لقاء باش لموا به شوية فلوس. دونك نرجع الجانب الموسيقي المطربة أيضا غنات معناها الأغاني بتاعها الإيطالية كانت عندها صوت جميل برشا ومتعت الناس كل. وفي نفس في آخر العرض غنينا أغنية جماعية اخترت قلت لها تحب تختار عمل شرط باش تغني بالعربي غنينا سلمى يا سلمى للفنانة داليدا بطبيعة بالمشاركة بتاعك الترومبيت هذه كانت أيوة. سيدك العازف هذاك وكان حفل جميل برشا. أيضا الجانب الموسيقي عطيته قيمة برشا وانه عبد البصل المتسهل الفنان يعني عازف كمان تحيه لي باش يكون عنده مداخله معنا بعد شويه ان شاء الله. انا ما قصرش عمل لنا قطعه جميله برشا. ايضا حمزه أب عمل لنا قطعه جميله برشا. ثم وليد عازف جديد اكتشفناه رامي الدرقاش عمره جي 17 سنه اكورديونيست غول ما شاء الله عمل لنا قطعه غربيه الى جانب بنيه اخرى اسمها نسرين الزمني على البيانو متعتنا تعرف سهره كي يعني سهرت اكتشف برشا حوايج ليش فيها الموسيقى الغربيه الغناء الغربي الايطالي الغناء الفرنسي الغناء التونسي. وانا في نفس الوقت استغليت الفرصه بطبيعه ما دام ثم مشاركه بين تونس وفرنسا غنيت اغنيه تونسيه فرنسيه غنيت حتى بالفرنسي. ممكن تقولنا عليها يعني هي لبلاد لبلاد ومعها تحلى محلاها تذبيل محلاها تذبيل هو مرياج عمل مرياج عملنا مرياج وكي تسمعها تقول هذه اغنيه واحده بالضبط بالضبط.
مزيانة مزيانة برشا سمعت هنا ومرياج بحلو ياسر معناها ركب على بعض ركب على بعض تتصور من مئات الاغاني التونسية مئات الاغاني الفرنسية كيفاش معناها باش ومشى كل شيء من غير خلل ما تقولش عليه ملحن واحد تقول ملحن واحد كانه في هو ديجا الارضية والمقام نفس الشيء هو القام هي بيدها والارتكاز هو بيده والتامبو وكل شيء كانه بالضبط نفس المايسترو نفس الملحن هو اللي قام بنفس العمل هذا العمل هو على ضفاف المتوسط نحب نقول حاجه انا خويا زين من غير مجامله تفضل هو فنان ويمتاز بالذكاء لانه راهو تلقى الفنان فهمتوا ليه فنان عادي فهمتوا ليه فنان ويغني وصوته حلو وجميل لكن ما عندوش افكار زين عنده الفن وعنده الذكاء معناها شوف كيفاش بحث كيفاش تحب وشو عرض كيفاش خمم طنجيوم العروض قلت كلمه بكري قلت معناها توا الناس استانست مطرب على حلون وغنايه يطلع في التلفزه في الراديو ويمشي على الطريقه الكلاسيكيه القديمه لا كما كانت ما فماش الكليب فما الكليب كذا توا معناها فما نمط اخر نمط معناها كلي معناها ربما حتى العباد فهمت المشاركه ذيك مشاركه وما انت تعرف الفن اللغة عالمية أكيد. لغة عالمية معناها وفعلا عن على ضفاف المتوسط هي. عن الليتر وزيتوال تونجي نحكي عليهم معناها فما معناها الحقيقة الزين يبحث ومش بحث هكاك معناها بيان اتيدي معناها وقت اللي عمل لك عرض معناها الجوانب الكل ما يخلي حتى شيء فعلا فعلا فما ترابط باش نرجعوا نحكيوا عليهم هذوما العروض المتميزين هذوما لكن نحب نزيد نقول لمستمعينا الاعزاء صحة شريبتكم وان شاء الله تعديوا معنا اوقات طيبه وان شاء الله يعجبكم برنامج حديث الروح نرجع لكم بعد قليل حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج اذاعي رمضاني مع اعلام الانشاد الديني والموسيقى الصوفيه كل نهار ثلاثه من 10 نص الليل على الحياه فان حديث الروح اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد محلاها لبلاد بصراحه اعطات رونق جديد هالمرياج هذا والتزاوج بين الفكرتين ما شاء الله حاجه حلوه وحاجه ما نشبكن مستمعين بصراحه ما تعودناش بها ولكن فكره جميله وهي تقع لي اول مره في تاريخ الموسيقى التونسيه هذا التزاوج يقع لي اول مره ما نقولش عليه معناها ملحن واحد بارك الله فيك وهذا ايش قال سي محمد عزيز قال راهو زين الحداد فنان ذكي برشا هذه تدخل فيها الذكاء ناخذ راي صديقنا الفنان شادي الحاجي اللي يشرفنا صوته وتشرفنا مداخلته على اذاعه الصحه بالقيروان اذاعه الحياه اف ام اهلا وسهلا وصحه شريبتك استاذ شادي الحاجي مرحبا بك سفيان مرحبا صحه شريبتكم اهلا وسهلا مرحبا يعطيكم الصحه على استضافه ابن الجهه وابن تونس بطبيعه الحال شي شرفنا مساء الخير سي شادلي خويا الغالي زين الحداد اهلا بك خويا شادلي شكرا ليك على تلبيه الدعوه خويا حرصت انا قلت له خويا شوف لنا سي شادلي يبدا معانا ينورنا وبك المداخله الحلوه وبك النبرات جميله وبك المداخله تبدا معنا انيقه يعني انيقه بالحكمة كيف هو مرحبا بيك ويعطيك الصحة شكرا لك على قبول الدعوة يعطيك الصحة يعيشك ما عندناش مزيان خويا بطبيعة الحال عشرة عشرة نضال قداش ليه برب السيد حسب رايك ايوه اهلا بيك قداش تفكر 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 شوية ولدي النضال نتاع البدايات عنده نكهة خاصة برشا الفترة هذيك فترة النضال بالحق معناتها واحد يحارب باش يعرف باسمه باش يوصل للجمهور باش يقول هاني موجود راني انا نعرف نغني اي بالضبط لا ينسير فنان كبير اخويا زين انت لا انت زين اخويا ما طلع عليك سي شادلي عايشك تعرف هو باش نفكرك نفكرك انا ايام 78 عام 80 81 وقتها كان يجمعنا الاستاذ المرحوم ربي يرحمه سي حسون قسومه كنا نلتقي بحذاه وكان يلمنا كيما ولاده ولا كيما اخواته الصغار ونحن معناها نرتاحوا له برشا حتى في السهرات الخاصه كان ديما هو معناها نرفقوه نحن ونمشوا معاه وكان هو زاد يعاوننا حتى بالكلمات بالاغاني في كل شيء في كل شيء دونك حكينا 42 43 سنه ربي يرحمك اهو
هذه يرجع بينا انت لمحالزتنا شوي في العمر. صغار ولدي نحن راه مازلنا نحن يعني متيح 30 طيح 30. انت بديت صغير في الرشيدية وانا مازلت نسمع فيك ومغروم بيك في جابس رغم لي انا فرد عمر احنا نورمالمون. انا سابق اي عندي سابق في التجربة بالضبط، التجربة خاصة مع الرشيدية نفكر نسمعك تغني في ضوء القميرة وانا معجب من هذا الشاب اللي يغني في ضوء القميرة، يلزمني نمشي لتونس ونتعرف عليه ونغني معاه. وفعلا وربي حقق لك امنيتك، تتفكر وقتها وجيت للرشيدية وغنينا مع بعضنا غزالي نفر غزالي هرب يا ليت فهمت، وانا غنيت وقتها معك وغنينا مع المسرح البلدي وفي عالم يضحك انت عادم وحيرني الطير انت كان اختصاصك على الرياحي وقتها هكا جيت انا نحكك فيك معناتها قلت لك حتى انا راني عندي بايف على الرياحي وبامتياز تبارك الله عليك زاد اي الفترة هذيك فترة جميلة جدا وكما قلت لك انت زين تستاهل كل خير على خاطرك فنان مؤمن برسالتك بالقدام معناتها رغم انشغالك بوظيفتك وبخدمتك الموازية الاخرى اللي هي الاساسية بطبيعة الحال اعطيت للفن كارو كما يقولوها وتخدم لليوم والغدوة برافو عليك فنان ملم متكون معناتها في السنوات في الرشيدية ما همش شوي تكوين هذاك التكوين مهم جدا ثم الميدان بصفة عامة أكيد كما كل واحد يكتسب معناتها من تجارب ويكتسب برشا حاجات حلوة متمكن يعطيك الصحة وسرتو مجتهد يا خويا ما شاء الله عليك ان شاء الله ربي ديما معاك عايشك ياخذ بخاطر بارك الله فيك خويا شادلي يعطيك الصحة شادلي اسمع شادلي ربي نرجع بيك ل 82 ايوه وقتها انا جيتكم اواخر 80 بدايه 81 اي في فتره 81 82 انا كنت نستمتع برشا ثم اغنيه جميله غزالي هرب انا هكا على المباشر هكا توا الساده المستمعين يسمعوا فيك في باش نغني غزالي هرب ايه غزالي هرب بالتليفون الحلوه برشا سيكونس صغيره مسج اهداء لقناه حياه فم اي ان شاء الله اوكي الغزالي يا رب هذه عندها تاريخ راهو مرتبط بالاستاذ الكبير استاذنا الكبير محمد سعد الله يرحمه زاد اعطاه برشا رجل عظيم هذاك رجل موسيقي عظيم وهو الحقيقه اللي اعطاني الفرصه هذه باش حفظ واعطاني هو تسجيل وقال باش تحفظها انا عنده فضل كبير عليا انت اتقنتها وانت اتقنتها وانت ما شاء الله عليك اديتها بالضبط كنت تلميذ زي لحد ما مجتهد معه وقتها تبارك الله معناها خرجت عطيتها كسوة نتاعك عنده تيمبو خاص شادي عنده تيمبو خاص كيفاش شادي اش تقول فكر خلي السادة المستمعين يزيدوا يستمتعوا معنا غزالي يا رب ولا نهبطوا شوية طبخ غزالي يا رب يا اللي عطي ما ولا 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 غزالي يا رب غزالي يا رب يا اللي عطي ما ولا هز العقل معاه خويا الشيء الغنية ذي أخذت سكسي كبير راي معناها بنينة ياسر حلوة ياسر أي. أما في وقتها احنا غنيناه كما كان يقول الأستاذ زين غنيناه العام 82 تقريبا أما ما ظهرت إلا وقت اللي أنا تعرفت شوية هكا عندك الغنية الأخرى يجينا الصيف زادها جينا الصيف ولدت قبل غدار هذه ايوه غدار حدها كما غدار صالح المهدي وكلمات عبد المجيد بن جد كلمات على المجيد بن جد لا جينا الصيف كلمات الله يرحمه ابراهيم شامخ من ولايه مدنين عبد المجيد بن جد وكتب لي حاجات اخرين عاد كتب لي يا كاتبه فوق رمال قصتنا
وكتب لي كلمة وكلمة اللي لحنها سي الأستاذنا فتحي زغندة وكاتبة فوق رمال لحنها الأستاذنا المرحوم خالد السديري. على كل حال الأغنية هذه تسجلت عام 85 تقريبا قبل غدار تسجلت جينا الصيف. أغاني خالدة أغاني خالدة والله الحمد لله احنا قاعدين نجتهد ونسعى وباش تكون أغانينا تعيش لبعدنا. هذا هو مبتغانا احنا الأوبجيكتيف نتاعنا ان واحد يعمل رصيد اللي يقعد أغاني صادقة بعد عمر طويل بطبيعة الحال ربي فضلك وعطيك الصحة والعافية يقعد يقعد بعد نعمل رصيد اللي احنا نعيش ونشيخ به في وقتنا وما فيها بس الأجيال القادمة زادت تلقى كما خلونا أغاني باش كما بربشنا احنا على خلوا الأجيال اللي بعدها فعلا وهذه الأغاني تقعد في الذاكرة هذه الأغاني تقعد في الذاكرة بخاطر في ظل توا هالتهريج واللي نسمعوا فيه وكذا هذه الأغاني من الإحساس ومن شعور وفيها قصة وفيها حدث وفيها معناه لسنتيمون بتاعك المطرب كيفاش يأديها فهمت لا وثم سي شادي كان يعني بصراحة من الناس اللي غنيوا بكل إحساس وبكل صدق وخدمنا مع بعضنا فترة طويلة في الفرقة الوطنية مع الأستاذ عبد الرحمن العيادي كنا يعني في المهرجانات شادي الحاجي كان يعني يغني كأنه أول مرة يغني تحسه معناه كل عنده بالحق عنده كل أمانة وعنده كل معناه الاعتناء وكل رهبة سرسان معناه تحسه كل هو قاعد يعطي في قيمة كبيرة للأعمال صفي بارتي هذيك صفي بارتي من تركيب بالضبط وعنده تام بالخاص على كل هو أنا عندي برشة ذكريات مع أخوي زين الحداد بطبيعة الحال ذكريات جميلة جدا وفيها حتى وفيها نضالات وفيها تحدي وفيها حتى النوادر بطبيعة الحال يعني معنا محمد بوغلة تتفكر زي الشيء معنا أني بشي نقول لك معطينا نادرة أعطينا أعطينا هكا سكوب أعطينا شيء نخبة كبيرة نخبة كبيرة اللي ثم اللي عن طواعية هكا ما نقولوش انسحب معناتها جبد روحه شوي والبقية الكليك أصبحنا والحمد لله نجوم معناتها الحمد لله أكيد بدءا بزين الحداد كان سبقنا شوي في النجومية راهو زين أقول لك أنا من وبعدين النجوم تقابلت مع بعضها وتتلاقوا في سماء الأغنية التونسية وسي عبد الباسط المتساهل ما شاء الله عليه من واحدة وسي محمد الماجري الأستاذ الدكتور محمد الماجري صحيح. مش محمد الماجري متاع القروان تحية ليه ديجا أخونا محمد الماجري في القروان أما معنا أخونا محمد الماجري الوقت في بداياتنا كلهم معناتها والله يرحمه هشام الصيد كان العاد في الإيقاع معانا وفتحي الدريدي بشير سلمي خير شوي قعد هكا يخدم ولكن خير انه يعطي المشعل لولده ما شاء الله توك هكا ولده قاعد ماخذ الطريق بالكدا ودي تذكرني عاد انت ها تذكرني شوي هذيك الحياه اخويا ان شاء الله ان شاء الله ماني ربي يعطينا ويعطيكم الصحة بطبيعة الحال أيوة. من النوادر عاد وقت اللي جيت أيوة. انا جديد ورصيدي ناقص برشا في الفروحات وقتها نخدمه ودرا شنو عاد سي الزين ما شاء الله عليه حفاظ يحفظ برشا اغاني وقتها وانا شويه نحفظ عن كل امان الزين كل امان انت تحفظ برشا حاجات خلي لي حويجك اللي حفظها انا ايوا مغنيهاش مغنيهاش كان يغنيها لك يحرق لك كان صدر اي كان صدر حب لانه هو عنده الانتاج هو أيوة. موجود عنده هو يحفظ برشا اغاني وانا محفوظاتي وقتها محدوده نقولوا امان خلي لي على الاقل زينب الهنشي أيوة. والله يخليها لي باش نخدموا باش نتفرج تحيه لي هي في 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 اطار الندره والنكته ولكن كان فيها برشا كانت فيها برشا معناتها كرم بالنسبه لي انا خاصه هذه نحييها لا على كل حال انا بدي نحييها انا ارتاح لك برشا لتوا وتلاحظ انت حتى في حفلاتي ديما نستدعاك وديما تستدعاني وفي اغلب استدعواتك اللبي الدعوات الا اذا كانت فما فعلا 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 لما اتصلت بشادي حاجي بصراحه قال لي في كل وقت مادام مع خويا الزين راني نجي في كل وقت بيان سور بكل ترحيب ما شاء الله عليك وما شاء الله عليك اللي كنا نحسبوا خونا الزغلون هذاك عبد الباسط كيفاش لسه ما كبر هكا ايه كبر بيس اما قعد شعر وكحل ما بيضش ما شاء الله عمل مسيرة شعر وكحل شيء حتى هو هكا شعر بيض انت ما هو شعرك بيض على بكري ما قبل على كل هو تو يكون بعد معانا ويدافع على روحه تو نقولوا له اش قلت وكل شيء اذا كانوا في الاستماع كله صح ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه حتى عبد الباسط ما شاء الله عليه
وفقين الحسين محلاكم ومحلا الجواب شكرا لدي زادة ما شاء الله عليك فنان العفو أخي ذول اللي بيش دورها تنشيط ما كانش تنشيط ربي فضل رتبالك تنشل كمانجة والفنان لا لا كمانجة موجودة كالعادة كما تعرف شادي وأستاذ العفو ربي فضل خليله المارج متاعه ربي فضلك هذه شهادة نعتز بها من عند فنان كبير كما خويا شادي الحاجي محلاكم واللي استرعى انتباهي واللي شد انتباهي برشا صفاء السريرة بصراحة كنت نشوف خوك الزين كيفاش قاعد وقت يحكي معك بصراحة على أريكة من ريش معناه مرتاح وشيء بدون تكلف معناه وأنا أسعدت يعني كاني عشت معكم لحظات الثمانينات اي عاد انت صغير عاد جيت بعد ماشي اي جيت بعد أنا في سنوات التسعينات شوية والحمد لله من الشرف اللي جات بعدنا اللي مشات في طريق سمح مشيت في طريق سمح يعطيك الصحة انتم أساتذتي انتم أساتذتي ومراجع ما شاء الله ويعطيكم الصحة وربي فضلك وإن شاء الله تكون في يوم من الأيام ضيفنا على أمواج القناة قناة الحياة اف ام بالقيروان ربي يبارك فيك وربي يفضلك عايشك خويا شادلي صحة شريبتك وإن شاء الله رمضان مبارك بارك الله فيك إن شاء الله كل عام أنت حي بخير إذا باش ناخذ إن شاء الله توا نغم ثاني نسمعوه مع بعضنا ثم نعود إلى حوارنا ابقوا معنا وما تغادروش المحطة حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية كل نهار ثلاثة من العشرة نص الليل على الحياة فام حديث الروح إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى من جديد عدنا لكم في برنامجنا برنامج حديث الروح على قناتكم قناة الصحة بالقيروان قناة الحياة اف ام أهلا وسهلا إذن نرجع لضيفي المعزز المكرم اللي شرفنا اليوم الفنان زين الحداد ونحب نتواصلوا إذن ونحكيوا على عرض لا يقل أهمية على العرض اللي كنا نحكيوا عليه اللي هو على ضيفك متوسط باش نمروا إلى العرض اللي خذاه برشا رواج وأسال كثير من الحبر وهو عرض النجوم الثلاث إيش نجم تقول لنا عليه أستاذ الزين؟ عرض النجوم الثلاث هو فكرة أيضا معناها من جملة الأفكار المشاريع اللي خدمت عليها وتم العرض هذا في سنة 2021 وهو يقع لأول مرة في تاريخ العالم العربي قولها يقع لأول مرة في تاريخ العالم العربي يتمثل هذا العرض في لقاء ثلاثة فنانين ذو ديانات سماوية مختلفة معناها اليهودية والمسيحية والإسلامية يلتقون على مسرح مدينة الثقافة بتونس لتقديم عرض موسيقي يشتركون فيه بأغاني تنادي للحب والتقارب بين الإنسان وأخيه الإنسان ونبذ العنف ومعناها والسلام والتسامح هذه الفكرة هي. وكونية الفن يعني الفن هو عبر الفن عبر الفنون عبر الفن بالضبط والعرض هذا تم تقديمه يوم 28 فيفري تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية خاطر هي حرص عليه وتحت اشراف يقولوا تحت اشراف شنو نقصدوا معناها هي المشرف عليه وهي معناها اللي معناها باش تقول طلعت على الكلمات على المحتوى على بالطبع أيوة. بالطبع معناها الاشراف معناها ماك تعرف كي تحط حاجه تحت اشراف مثلا مسؤول وزاري كبير. ولا رئيس حكومه بالزبط. ولا رئيس. معناها راهو العمل هو معناها مؤشر اوتوماتيكمون يعني مؤشر من عنده بالزبط. بالزبط. وتحت اشراف ايضا وزاره الشؤون الثقافيه وتم هذا العرض بحضور مجموعة من الجالية اليهودية جت من جربة بحذانا للمسرح توانسة توانسة بطبيعة وبحضور الجالية المسيحية وبحضور بطبيعة جمهور كبير من المسلمين وأيضا حرصت كل الحرص وأنه يحضر معنا جمهور من الأفارقة من الإخوة الإفريقيين اللي عايشين في تونس يقرأوا اللي يخدموا في وهكا ثم عدة رسائل ورسائل معناها مضمونة الوصول حبيت نبعثها للعالم علاش العالم الخاطر الحفل هذا كي تقدمناه تم تحت معناها في بث معناها مباشر بثته الوطنية الثانية أيوة وفي كان نهار حد وقتها يوم حد من الأربعة للستة والجمهور كبير برشا اللي تابعوا هذا الحفل في أوروبا في بلدان آسيوية بما في قناة فضائية في الخليج يعني بما أن فضائية بالضبط. هي وفكرة العرض اللي ما جاتش معناها ما خدموهاش حتى حد هي اللي شدت برشا عباد وشدت برشا جمهور في العرض هذا ثم عدة رسائل أول رسالة حبينا معناها نوصلها شخصيا حبيت نقول وأن تونس راهي بلاد تسامح
راهي تونس بلاد تقارب بين الإنسان وأخيه الإنسان، راهي تونس ما هيش بلاد إرهاب، راهي تونس يتعايشوا فيها معناها الناس باختلاف دياناتهم، وهذا ما جبتوش أنا جديد، هذا ما جبتوش جديد. تاخذ في قروان، نتفكر أنا في قروان ثم معناها مجموعة من المواطنين القيروانيين اللي هم يهود بالضبط، جيران كانوا وعندهم الواحد الكنيسية السيناغوغ بتاعهم، عندنا نحن في المر ثم جامع اليهود وجبنت اليهود جبنت اليهود موجودة بالضبط. أيضا في العاصمة في كل بلاد، في العاصمة في جربة في نابل في كيف في كل بس كانوا إخوتنا اليهود معناها يعيشوا معناها بكل معناها طمأنينة وسلامة، ثم حتى مشكل. أيضا بالنسبة للجالية المسيحية اللي أغلبيتها متكونة من السفراء ومن الملحقين معناها في السفارات معناها الأجنبية، عندهم طقوس متاعهم يأديوها في الكنيسية الكاتدرائية بكل أريحية، وهذا موجود من قبل كانت حتى المالتيين والإيطاليين والفرنسيين كانوا يتعايشوا مع بعضهم. فجاتني الفكرة قلت لي ملان قوب هالعرض هذا، فبحثت أنا بالنسبة لي أنا هبطت الجربة اللوج ثمش كون مطرب يغني مع كامل الأسف اللي لقيته كان يغني وعنده صوته اسمه يعقوب، ويعقوب مات بيرحمه فهمت. مشيت الكيف مشيت النابل، كل مرة نمشي نسأل الإخوة معناها اليهود ما لقيتش. جيت وقتها ماشي للجزائر، الجزائر مع كامل الأسف وقتها الحدود مسكرة وقتها كورونا بالضبط. عندي اتصالات أصحابي في المغرب بحكم اللي أنا غنيت في مهرجان موازين، فعندي أصدقاء اقترحت عليهم الفكرة. هذا منتصر ولا منشط هو يخدم في الوحدة القناة الثانية المغربية قال لي يا زين عنا في مراكش راو عدة مطربين يهود، ثم مطربة اسمها فرانسوازا تلاو في مراكش تحبش هاو اتصل بها. اتصلت بها فرحت بالقدام وقعدت معنى خاطر انا لقيت توا معنى شكون مش يمثل الديانة اليهودية، قعدت نلوج على مطرب مسيحي. نلقى الفنان الكبير اللي هو بولد سوريا من اللاذقية عبد الله مريش اسمه، وعنده صوت جميل برشا. فكلمت عبد الله وكلمت فرانسواز واتفقنا ثلاثة باش نعملوا هذا العرض، ولي معناها اعطاء اضافة لهذا العرض. اتصلنا بالدكتور مازن الشريف اللي ألفك الكلمات خذوا الكراسي والمناسب تاع الفنان لطفي بوشناق، قلنا له اعمل لنا اغنية بربي، فهمتوا على العرض فكرة العرض عجبته برشا وتفاعل معها، قال لي انا معاكم نعمل لكم معناها كلمات اللي معناها خاصة بهذا العرض وتكون معناها فيها رسالة. الكلمات تقول انا العربي ودربي فسيح، وارضي لكل العباد وطن، وفي موطني أحمد والمسيح وموسى أقام بفجر الزمن. الأغنية هذه لحنها عبد الله مريش فيها الطالع يتغنى من طرف ثلاثة أصوات فعلا. وفيها الأبيات كل واحد على ديانته يحكي على ديانته ويشكر ديانته. وهنا أخويا سفيان وقت اللي تسمع أنت الطرف الآخر تعطيه كما نقوله بالدرجة قوله تعطيه وذنك وتسمع، هذاك نوع من التسامح بالضبط، هذاك التقارب يخلق. دونك انا بالنسبه لي انا معنا اتفقنا المطربين كل واحد ياخذ جزء يحكي على ديانته، وكل واحد معنا بعد مع بعضنا ثلاثه نغنيوا المذهب مع بعضنا. المذهب يقول انا العربي ودربي فسيح، وارضي لكل العباد وطن، انا العربي ودربي فسيح، وارضي لكل العباد وطن، وفي موطني احمد والمسيح وموسى أقام بفجر الزمن. ما شاء الله هذه النشيد راو بالنسبة للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا ينجموا يدخلوا للانترنت يكتبوا زين الحديد لتروز اتوال بطبيعة، وثم إخراج ركحي قمت به شخصيا أنا، والشرط اللي شرطته على المطربين وأنه حطينا ثلاثة فوتات كراسي ومقصودة هذيك، وزيد لفيش من تالي فيها ما شاء الله فيها. وقت اللي أنا نغني يظهر جمع عقبة،
وقت اللي المسيحية تغني تظهر الغريبة، وقت اللي المسيحي يغني تظهر الكاتدرال، والأخت اليهودية وقت أي شفناها حلوة برشا في الحفلة دي. كان موجود معاكم المايسترو عبد الباس متسهل ولا ما كانش موجود؟ بالطبيعة عبد الباس متسهل هو معناها ديما صديقي في كل العروض معناها معايا، وديما نرجع ليه هو، نرجع ليه هو الخطر الحقيقة لقيته سند مش من توا، عبد الباس من عام 80 كما كان يحكي الفنان عبد الباس، خلق وأخلاق ومستوى ما شاء الله، ومعناها تلقائية برشا ونصح، وانا بسمح لي مش نقول انا دايما كتافي سخان به. اي نعم، مالها باش نعديه لكم نرحبوا به. الو على السلامه، صحه شريبتك. الو عبد الباسط. اهلا وسهلا، مرحبا، صحه شريبتك وان شاء الله رمضان مبارك. مايسترو عبد الباسط متسهل شرفتنا على اذاعتنا اذاعه الحياه اف ام، مرحبا بك. عايشك، اهلا وسهلا، مرحبا بالسادة المستمعين، مرحبا بك سعد الباسط، معك خوك زين، بنستم بالزين، زين صديقي الكبير واخويا مش صديقي. عايشك عايشك، وسي محمد الخضراوي، سي محمد تحية تحية يا عبد الله، سي محمد عايشك ربي يفضلك، عايشك عايشك مرحبا بك. هذوما ناس معناتها من عام 80 وانا معناتها نعرفهم معناتها بالاخص بالضبط محمد الخضراوي، كنت نمشي القروان ديما نتقابلوا هذه كل شيء صديقي. اما زين الحداد من عام 80 معناتها واحنا مع بعضنا، ربي يدوم عشرتنا، امين يا امين، ربي يدوم العشره ان شاء الله. وقت الرشيديه كان لمنا زاد في الشاعر الكبير حسون قسومه، اي الله يرحمه الله يرحمه، فعلا فعلا فهمت. وكما قال كان يحكي زين الحداد معناتها نكون قاعد بس عليا ما عندي حد، شيء يعمل لي تليفون الو نتقابلوا في البقعه الفلانيه. ايوه علاش من غادي تبدا الحكايه ونبدا بها معناتها، معناتها حاجات بصراحه مش اكبر منه، هو اكبر مني انا معناتها، معناتها البعض الحفلات اللي يعملهم كبيره ياسر معناتها كبيره، وش تقعد هذيك على افكار المشاريع ديما ناخذ رايه، مشاريع كبيره ياسر وهي باش تقعد كيما كان يحكيكم على التروازي طوال ولا على الحفل الاخر، معناتها حاجات كبيره ياسر ويلزمهم. المشكله فيش انا نبهت يلزمهم برشا فلوس وهو يخرج منها، ما فهمتش كيفاش هي مسلسله بعد باش نجيوها هذا عنصر التمويل، رغم اللي هو لا يعمل على وزاره الثقافه ولا على دعم ولا ما يعملش ما يعملش على حد، يتوكل على الله ويبدا فيه، فهمتني وربي معاها بصراحه، بركه ربي بركه ربي فعلا فعلا. مره اخرى نجدد لك شكري على المساندة اللي ديما نلقاها منك على البسط، وعلى النصح سيرتو تنصحني برشا لا لا ياخذ بخاطرك ربي يفضلك، بالطبيعة نعرف ياخذ بخاطرك، هذاك هذاك يلزمني، هذاك يلزمني نعملوا مش نعملوا معناتها نعملوا معناتها كصديق وكفنان، زاد انت فنان وانا فنان، يلزمني معناتها تعاون فني، هذا هو بالحق وهو شرف لي انا الساعة باش نكون في العروض نتاعك هذيا، واللي انت عطيتني ثقه برشا برات معناتها كشيف دوركستر بتاعك، ما تنساش الشيء هذايا في المغرب، في المغرب زيد نعزك برشا كيف تعمل هكاك في المغرب وفي الكويت وفي تونس وفي دار حسين وفي قروان، العالم الكبرى الكل كنت فيها شيف دوركستر، انت كنت شيف دوركستر وكنا نحن اكتشفناك، يعني نحن نعرفوك كعازف اول وعازف كمانجا سوليست هذا كل متاكدين منه، لكن ما اكتشفناكش معناها في تسيير الفرق بالشكل اللي كنت فيه مع الفنان زين الحداد، يعني كنت المايسترو الاول والامر والناهي، ويعني ما شاء الله وزدتها يعني جماليه الخدمه بالتوزيع بالمعزوفات اللي عزفتها زاده اللي الفتها سيادتك، يعني لاحظناها حوايج جميله حتى في الحفله الاخيره اعتقد في العرض العرض الاخير لا، وثم يوم الجمعه الفرد حتى يوم الجمعه الفرد تاع 9 هذيك هذيك قطعه الزيام تاعي، ثم القطعه اللي في اللي هذيك جا قال لي خزر لي زين قال لي كيفاش ندخلو، قلت له ساهل ياسر خليها علي انا ما يهمكش، بعد نهارين بعثت له قلت له هاو كيفاش تدخل، فهمت هو كانت الفكره نتاعو هو معناتها كيفاش، اما انا عملت ترانزيسيون تاع نتاع الدخول كيفاش هو بعد اذنك عبد الباسط، عبد الباسط باش نحطوا الاطار، هي هي الدخله كيفاش دخلت العرض كيفاش باش يبدا وحلت كيفاش، قلت له يا عبد الباسط كيفاش باش معناها هذوما ثلاثه فنانين عندهم ثلاثه كراسي كيفاش باش نعمل، قال لي توما مش مشكل، قلت له انا راهو هكا نتصور، قلت له اول حاجه تبدا خاطر الستار هابط والجمهور قاعد يستنى، اول ما بدينا العباد قاعده تغزر سي عبد الباسط عمل شويه موسيقى هو والفرق امبروفيزاسيون امبروفيزاسيون ودخلني اعطاني طبقه، عملت اذان بعد الاذان عمل جمله اخرى اللي تمشي
مع ناقوس الكنيسيه الغربيه هكا ولا. وبعد وبعد ثم الاخت اليهوديه عملت كيما الدعاء كيما هكا معناها ترنيمه سألها المقام عمل لها الجملة اللي مهدنا. طيب ناخذ اكستري بعد شوية من هذه الطريفة دي خاصة الدخلة شوقنا ليها اللي مهدنا الجو للثلاثة مع بعضنا وهذا الكل ورا الستار. وبعد ما يوفى هذا بالسالوي باش العباد فهمت وانه ثم غناء ثم مطرب مسلم ومطرب مسيحي ومطرب بالضبط حطيتوهم على الاطار على السكه سي فهموا التوجه نتاع بس هو اللي عمل لنا التمهيد لكل مقدمه الحفله معناتها هذيك سيتاب امبورطون شويه معناتها بالضبط انا بونغو خلى الناس كل تفهم بالضبط يعطيك الصحه اي استاذ كبير سي عبد الباسط بصراحه ويريت العازفين كل اخلاق عاليه سي عبد الباسط عرفته تربيه واخلاق وعزف وانامل ذهبيه وتواضع ربي يشد في انفاسك وان شاء الله رمضانك مبارك شيء مرات تلقى عازف قوي لكنه يعني يخزر للناس الاخرين كانوا معني دون منه عبد الباسط ما شاء الله تلقائيه فنان ويحب القروان ويعرف المدرسه القيروانيه اللي انجبت كثير من العازفين اي ولا عندك نفس قيرواني ما شاء الله في كل شيء ربي فضلك وخليك الكلمه خليك الكلمه نتاع السلام احنا نقولك ان شاء الله رمضانك مبارك وان شاء الله نقولك صحه شريبتك انت والعائله الكل وان شاء الله تكون ضيفنا في يوم من الايام اذاعتنا مفتوحه ليك والابداعاتك ان شاء الله مايسترو ان شاء الله انا على ذمتكم وقت ما يظهركم في مدينه ربي يبارك اي مرحبا بك مرحبا بيك وتشرفوا بيك ونحبوك خاطر برشا قراوي يحبوك ان شاء الله ربي يبارك فيك يعطيك الصحه يا سعد باسط احسنت شكرا اذا كنا في الاستماع للمايسترو الكبير الاستاذ عبد الباسط متسهل نشكره على هذه المداخله نعود لكم بعد هذا النغم فابقوا معنا حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية كل نهار ثلاثة من العشرة نص الليل على الحياة فام. حديث الروح إذن بعدما سمعنا إلى هذه المداخلة عن طريق العازف الممتاز عبد الباسط متسهل واللي كانت هي عبارة على جسر لدخول الفنانين في عرض النجوم الثلاث توا باش نتعداو إلى العرض الذي سبق عرض النجوم الثلاث وهو عرض انفتاح كيفاش كان هذا العرض سيدي الزين؟ عرض انفتاح هي فكرة معناها رودتني حبيت باش نقدم سهرة تونسية بكل أنماط الموسيقى التونسية فيها المالوف فيها الأغاني التونسية الأصيلة العم سيد قطرية فيها أغاني تونسية لسيد علي رياحي وفيها أغاني الخاصة وفيها حتى أغاني فولكلورية قدمت وقتها لله عايشة بروتة أيوة. والأغاني هذوما اللي مستنسين بيهم الناس هذه أول مرة وقتها الناس مستنسين يراو الزين بالتخت التقليدي بتاعنا كمانجات وقانون وناي وطار ودربوكة ويراو الزين بالجبة أيوة بالضبط لكن في العرض هذا سميته انفتاح قلبة اللعبة كيفاش نفس الفقرات الغنائية لكن مش تلقاهم مع فرقة غربية الفرقة فيها بيانو ساكسو باتري جيتار ناي كمانجا اكورديون وهذا في حد ذاته انفتاح انفتاح صحيح دونك وعطيت التوزيع لسي اسامه المهيدي باش يوزع لنا الوصلات المالوف والاغاني هذوما وهنا الجمهور اللي جاء جمهور كبير جاء قطعه في مدينه الثقافه كان ينتظر باش مثلا يرى الزين بالجبه وكان ينتظر باش يرى فقره مع الفرقه العاديه لكن تفاجئ يلقى بيانو ساكسو توزيع وحتى انا بالنسبه لي لبست انا لبست حاجه معناها سبور ايوه فوالا باش تتماشى وقدمت العرض قلت راه هو هذا عرض انفتاح ايضا بالنسبه للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا اللي يحبوا يدخلوا يكتبوا مقتطفات من عرض انفتاح مش يلقاو هذه المقتطفات فقدمت المالوف مثلا بتوزيع معناها فيه الغربي ايضا قدمت مجموعه من الاغاني فيهم نكهه غربيه وبما انه انفتاح قلت لي ما لا علاش ما نغنيش انا بالفرنسي ايوه وجات المشاركه وجات بالفرنسي جات فكره باش نغني غنيت قلت بون غبيت جو ني با شانجي نتاع خوليو اي بالضبط وهنا العباد اللي جات وقلت لهم الشوك ما خاطر مش مستنسين يراو الزين يغني جو ني با شانجي Je suis toujours ce jeune homme étranger
qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou, qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'emmener à Corbeau. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours le même parfum léger, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. جميل. لا لا حلوة حلوة برشة صحة. دونك هذه معنى هذا الانفتاح، وحبيت نجسم كلمة انفتاح شنو، وأنك تفتح نافذة على الموسيقى التونسية اللي قاعد تخدم فيها بتنفيذ وبأداء، معناها ما يمكن أداؤه. هذه فكرة وهذا حلوة. مشروع حلوة. سي محمد عزيز الخضراوي، تو انت بكري جبت لنا على المطربين اللي هما يعني لا يقلوش شأن على ضيفنا، وعندهم صوت وعندهم تجربة، لكن ضيفنا زين الحداد يتميز بهاللمسة هذه نتاع التفكير، الذكاء، البحث. انا بصراحة نحب نسأل زين الحداد، شكون قاعد يفكر معك بصراحة؟ هذه يعني انت مش هي مرة، مش اثنين، مش ثلاثة، عندك انفتاح لتوازيتوال على ضيفة في المتوسط، يعني ديما يلقى خلطة سحرية. يعني اعطينا السر، خلي الناس تمشي على خطاك بصراحة. الناس قاعدة تغني اقصى شيء، استنى مهرجان اغنية، يجي مهرجان اغنية لوش كلمات حلوة، يعمل مشاركة، كان نجح ما نجحش، ثم تقعد في الرفوف. يعني الاغنية كان عدتها اذاعة، نرجع مواضيع يعني الإذاعات الخاصة بصراحة ما مش قاعدين يشجعوا في الإنتاج، ويقولها على مسؤوليتي. الإذاعات الخاصة قاعدين يمشيوا شوية مع اللي تندانس والبوز، وش يحبوا معناها الجيل الجديد وكذا، مش قاعدين يعاونوا برشا بصراحة في ترسيخ التراث. سياسة غاد معناها نحبوا نحن بصراحة نلقاو أفكار جميلة. معناها نحييو أستاذ زين الحداد على هذه الأفكار، ويليت ولو أنا مش نقول الأفكار هذه هي الغاية نتاعها مادية، لا، سي زين الحداد قال لك أنا ما تلقيتش دعم، يزيد من جيبه. لا سهل، ما نمشي يمشي للمغرب والجزائر وجربة ويدور ويلوج، وبعد يعمل عرض ويخلص فنانين، وبعد العائدات نتاع العرض وين تمشي؟ الأعمال الخيرية. وهذه مرينا بها في القروان. وسيادتك كنت مشرف معانا على جمعية المعهد الرشيدي بالقيروان. ومش نسلك، هل تقاضى الأستاذ زين الحداد أجر على مشاركته معانا؟ لا، ديما يشجع، ديما يشجع، قول أعطيه الأولاد أنا راني الراس والعين وبلادي وكذا، في كل محافل، في تونس، في قيروان، في كذا. نشكروه بصراحة على مبادرته هذه، ونحب نسلك أنت قبل كي كنتوا مثلا أنتم بعضكم في الاحتفالات هذه، معناها كانت عنده مبادرات وأفكار وأشياء هكا ديما يخرج بها على المألوف؟ انا فما ذكرتني بنادرة. أيوة. هو ربما لأول مرة مش يقول، هو ربما تذكرها. أيوة. هذا كنا في الفرقة كما قال شيري الحاجي بكري، كان زين يحفظ الأغاني. أيوة. ما شاء الله، هذه معروف كيف نمشيو الأفراح والعرس وكذا، يخرج هو يغني الأول. فهمت؟ لا، نحن ثلاثة أربعة مطربين، وساعات زوز، وساعات يفتتح هو يخرج يفتتح، عاد الجو الكل ياخذه هو. والسكسي الكل. اي هيك بعد نخرج انا، الناس تبدا فاشله وكذا، شو يابتك الصغيرات وكذا، عاد هو وجماعه. فهمت؟ لا، مطرب الصغار، مطرب ذكرت يبدا فهمني. اي فهم هو الزين، ما قلت لك الاغاني اللي وقت السكسي، وقت القسم كافي وكل جو وكذا، فهمت؟ لا، ينفرد بهم، ينفرد بهم، فهمت؟ لا، يقعدوا 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 يقعدوا. والله الحقيقه هو غرام، تلقاي نبحث في الاغاني ديما، التو نبدا نبحث ونلوج وما نعرفش. محمد يعرف اكثر مني، معناها عاش اكثر مني وراه ويفهمني اكثر علاش انا حبيته يبدا معايا بالضبط. حاجتك حتى على مستوى ذكاء، تو محمد كان يحكي على مستوى الجهوي في المحل بالضبط في تونس
في تونس قطعات الرشيديه كل مره نجيب لهم حاجات مش معروفه فكرة. العالم يضحك صعيبة. جبتها وقتها مع حتى حد ما جرب باش حتى سي محمد سعاده قال لي راهي دي صعيبه قلت له سي محمد راه وين هكا نحس روحي مش نستمتع به غنيت مثلا انا نغير اللي عديناها تو في الحصه قبل شويه هذيك راهي غنيه الحديث يجبد بعضه فهمت الغنيه ذيك ملحنة عام 42 سي دي روك فهمت دي روك بون الستيل اللي غناها بها علي رياحي مش كيما ستيل اللي معناها وهذا بحط فيها حتى وقتها في حفل وقتها باش غنيها ولا تقول لي منين جبتها لتوا ثم شكون يخسي لها غنيت وهي مش غنيت ايوا اللي اكثر من الكل او نمشيوا لي اكثر غنيت شنو الدنيا بلاش انت فيها حكايه كبيره راهي ايوا تشرفت بها تعرفت بها اي معناها شرف كبير ويرحم السادق غنيه وقت عام السادق معناها كي في الرشيديه ثم شكون في الرشيديه رجل كبير صاحبه قال لي يا زين راهو صدق عنده غنيه غناها في الاربعينات وراهو ما عودش غناها خاطر قبل وقت الحفلات كانوا كيغنيو يغنيو على الهواء ما يتسجلش الغني مباشر وعم صدق غناها وبعد صفر رجع كان بعد 40 ولا 50 سنه رجع لتونس مشى المغرب مشى الجزائر والمغرب والامارات ايوه رجع كي رجع للرشيديه وقتها الرجل ذي اللي لهي بالرشيدية هاي طيب في التاي وينظف الرشيدية قال لي زين برا شوف صادق عنده غنية على غنية عنده من الاربعينات مشيت لعم صادق قال لي راني نسيتها وليدي نضربها ستة شهر وانت تلوش وانا نمشي للدار الدار ونروح نمشي للدار ونروح باش نتفكرك باش يتفكر الكلمات خاطر كي قلت له عم صادق الاغنية هاي مش مسجلة قال لي راه ما سجلتهاش قلت له تتفكرهاش قال لي نسيتها قال لي غنيتها مرة قلت له كلمات هونية قال لي ما عنديش دونك باش تعمل له التذكير بالميموار نتاعه سيرتو وقت عام سنة عمره 72 سنة فهمت نمشي بحذاه لداره في حمام الشط ستة شهور كل جمعة مرة مرتين نقعد بحذاه عام سنة لكن الغنية ترى بربي كيفاش مرة يجبد كلمة مرة يجبد جملة مرة يجبد لحنك مكسر مرة كل حتى قعدت ستة شهور معناها في البحث في البحث معناها معاه ونفكر فيه هكا ونحاول كيفاش باش يسترجع دونك هذه كل الميزه ميزه عندك ميزه البحث والريشيرش والانفراد والتميز التميز هذايا رفقوك به الكثير وصاحبوك فيه برشا فنانين كيما المايسترو عبد الباسط متساهل ايضا ثم ابن القيروان الفنان محمد الوسلاتي كان يعني مشارك وكان حاضر وشاهد على العصر في مسيرتك الفنيه في العاصمه او معنا على التليفون يحب يسلم عليك مرحبا بك اهلا وسهلا صحه شريفتك سي محمد كل عام بخير رمضان مبارك بارك الله فيك صحه شريفتك صحتك يا محمد صحه شريفتك الكل تحيه الفنان الكبير زين الحداد مرحبا بك وتحيه لاهالينا في القيروان اهلا وسهلا صحه شريفتك يا محمد مرحبا بك في برنامجنا الجديد اللي سميناه حديث الروح وان شاء الله يعجبك ما شاء الله الاسم ممتاز برشا ويظل جاي من عند فنان كيما سي سفيان العميري ربي يفضلك العفو ربي يبارك فيك وان شاء الله مبروك عليكم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق عايشك ان شاء الله رمضانك مبارك تحيه اخويا محمد السلاتي محمد عزيز الخضراوي محمد يحيي في محمد اهلا باستاذي اهلا باستاذي ربي يفضلك ربي يفضلك ربي يفضلك سي محمد والله فرحت برشا كي نسمع صوتك عايشك بارك الله فيك سي محمد فنان ومدرسه وتعلمنا عليه وغرمنا خونا الكبير وكان شرف كبير اني كنت معكم سي محمد صحيح ربي يفضلك ربي يفضلك كل الزمن الجميل يا الزمن الجميل ربي يفضلك انت والزين الحداد لكن انت وصلت مع الزمن الجميل مع اخويا الزين الحداد اكيد انت بديت من الزمن الجميل وقعدت في الزمن الجميل مع اخونا الزين وتو باش تحكي لنا عاد غادي في تونس كيفاش انا كنت محظوظ بكم في القروان وفي قاسم جبليلي وبكل الجينيراسيون الحلوه وسي محمد القذامي الله يرحمه وعم سالم محمد المكني محمد المكني محمد المكني محمد القذامي ربي يدم يدور يدم في انفاس محمد القذامي للجميع وانا كنت محظوظ اني وصلت المسيره نتاعي في تونس ولقيت الزين الحداد اللي عندي برشا ما نحكي فك الراجل الطيب الراجل الفنان خلوق الفنان راني ما نجملش مش حضره موجود معاكم لا بدل باش نخرج انا باش نخرج لا ما خليكش تخرج ما خليوش يكمل واصل يا سيدي انا شو نقول لكم انا والله كنت محظوظ جدا انه زين الحداد اكتشفت برشا حاجات جميله ياسر في فنان مسميه انا فنان مجتهد فنان ذكي فنان منظم بالضبط
انا عاصرت وعاشرت برشا فنانين في تونس هنا اللي جيت. تجربه كبيره الاستاذ محمد الاستاذ، تجربه كبيره ياسر في تونس يعني. وخدم مع المطربين الشرقيين شرقيين وتعهد حفلات كبيره سي محمد. يعني نعم، وانا تعاملت معاهم وكنت كندير اعمالهم ونعاونهم في تنظيم امورهم الفنيه. لكن الميزه اللي لقيتها في الزين الحداد، وانا اقسم بالله نقول في الحق معناها هذا ويعرفوا الزين الحداد نقوله له، يعني لقيت راجل يعني اكثر منها من نظام من غادي. معناها الراجل منظم ياسر، الراجل مغروم، الراجل فنان معناها صادق من داخل. وفهمت معناها انه الفن راهو ماهوش فلوس، مش حاجه سهله. انا الراجل اللي يقف على خدمته معناها بالجزئيات نتاعها، راجل ساعة انسانيا ممتاز جدا. وانا مش نحكي لكم الزين الحداد، يعطيه الصحة والعافية، نقول مش نشكره برشا. خويا صاحبي زميلي يعطيك قدر ودقيق في خدمته، دقيق جدا يعني ما فلتش الشاردة والوردة، جينيرو في فنه وفي تعاملاته، منظم ياسر. مستحيل اذا واحد معناها صدقني عازف كان او فنان او معناها يجي يذكر زين الحداد بسوء، مستحيل ابدا. العفو يعني، وهذا يدل سبب نجاحه ومواصلته معناها لتوا، واكتشفوا فيه يعني تنوع التجارب، وانا نشوفه كيفاش يعني الدقه نتاعو في انه يرقد يقوم فكره يقعد يخدمها بالعام، يقعد بالعام يفكر بامكانياته الخاصه في الصحه. نستغرب انا، ولكن فريمو حتى ساعات نقول له انا زين ايش نعملوا هكا وايش نعملوا هكا، يقول لي لا نحب هكا ونحب معناها عنده شخصيه بيرفكسيونيه على الاخر. منظم وحفلته الاخرانيه معناها والتجارب الاخرانيه اللي عملها معناها جراه كبيره منه، انه توا احنا نعرفوا زين الحداد فك الكسوه نتاع المطرب الاصيل الاغاني التونسيه اللي قدها، وانا سافرت معاه ومشيت عملت معاه حفلات في الكويت وريت في الخليج ما شاء الله كيفاش اكل اقبال في تونس هنا، ما نحكيوش تعدد التجارب. معناها عنده تجربة في عرض صوفي شفناه وعرضناه حتى في القروان كان ناجح جدا. تجارب حسب لي تام. راجل قلت لك وقت اللي تشوفه أنت توا تجارب أخرانية ودخوله معناها في كتابة موسيقية جديدة اللي معناها نقولوا غربية نوعا ما، معناها تجربة جديدة مع المحافظة على الروح التونسية إذا كان موجودة، يعني تحس البلاتو معناها العرض يكون فاريي. انا تفجعت من الاول في اختياره، صدقني تفجعت في جرأة، في مجازفه، في جرأة من عرض انفتاح وصولا الى عرض النجوم الثلاث وصولا لضفاف المتوسط الاخراني والسيوكسي والاصداء اللي واصله. صدقني انا نقول شابو با زين، ربي يبقى عليك الستر فريمون. معناها هذا يفسر انه برشا اسماء موجوده على الساحه ومعناها وعندها كارير وعندها يعني قيمتها الفنيه ما قعدتش مواصله كما توا مواصل زين الحداد، ودي اكيد انه ثم برشا نجاحات جايه، برشا نجاحات جايه. انا نحب نقول محمد اذا كان نجاحات اللي تحكي فيها معناها تمت هي بفضل الله اولا بصراحه، كله بمعونه الله، وثانيا راهو وحدي ما نعمل شيء، ثم فريق كامل موجود منهم انت اللي ديما نقولها ونعاودها محمد بارك الله. تجربتك انت تعاون تجربتك بالنصح بالوقفه وكل بارش حاجاتك اللي الحقيقه يهنيني عليه بالضبط، فهمت؟ وهو الحاجه الباهيه، الحاجه الباهيه هو فنان. عليك انا كنت فاقد الشيء اللي لقيته معك مع مسيرتي مع الفنانين، مش لازم توا نسميهم اللي هما معناها نقول لك كثر معناها في تونس باسماء كبيره. معك انت زين يعني لقيت الرجل اللي ثم تماهي في الافكار وفي نظرتنا للميدان وفي تعاملنا مع الناس ومع العازفين في انضباطنا في حبنا انه كي نخدم ثم محبه نتاع كيف، ولكن خرج النتيجه، هذه خرج النتيجه وهذا المطلوب فعلا، هذا هو المطلوب. يا سيدي محمد شو نقول لكم محمد توا محمد الخضراوي قاعد يسمع فينا. انت تتفكر محمد كان يغني بالبدا؟ شنو اكيد اكيد انا كنت صغير سامحني معناها، وانا ما زلت صغير انت عاد كنت ما زلت كنت نتبع محمد الخضراوي معناها بالمجموعه الارنيره، وبعد مشيت انت لتونس قعدت مواصل، كنت مغروم به، الراجل يمسني، صار كنت في الصحن نقول هذا محمد الخضراوي،
والله ساعات نمشي للديار ونمشي وندخل السقيفه ونبدا نسمع. هاي تقترح عليه ايش تقترح عليه؟ خلينا نسمع محمد عاد يزي من زين الحديث، خلي نسمع محمد. اكيد 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 مستعجلين اخوي نسمع. كان انت عندك اقتراح ولا خلينا نقترح عليه؟ هو راه وجه اقول لك انا 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 سي محمد راني توا قاعد نسمتع بصوته كي نسمعه في الاذان وكي نسمعه توا في بعض التدخلات هكا في بعض الاغاني الصوفيه نشوف فيه هكا بدل الموجه شويه. لكن انا نحب نسمع محمد في حاجه من اغاني هكا السبعينات او الثمانينات. السبعينات احسن اغنيه انا نتفكرها. انت اقترح عليه سي الحديد ويقترح عليه يا سايقين الجمال يا شاقين الجمال. هذه اغنيه محمد اشهر بها بالكدا بالكدا، هي الفنان صادق ثريا الله يرحمه. حسش هاول باش نبدلوا شويه الجو. يا محمد نسمع لونه صوت تعب. لا لا تفكرنا عليك بالعكس. يا سيقي الجمال يا شاقي الجبال بار يا سيقي الجمال يا شاقي الجبال شبحتوش انف غزاله شبحتوش انف غزاله في سقها اخو الخال 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 يا خويا قول لي ويني يا خويا قول لي ويني اللي بنارها تكويني 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 لو كان تراها عيني لو كان تراها عيني يرتاح منها البال يرتاح منها البال يرتاح منها البال يرتاح منها البال يا سيقي الجمال يا شاقي الجبال. ذكريات ذكريات. لا مازال تبارك يا خويا مازال مازال يؤدي كما عاهدناه وكما سمعناها قبل. عنده تامبر خاص. عنده تامبر خاص به خونا محمد. إذا ضيفنا سي محمد لوسلاتي من تونس أنستنا وشرفتنا. وإن شاء الله عجبك برنامجنا الجديد اللي هي أول حلقة خصصناها لابن القيروان البار ضيفنا المبجل المكرم الفنان الزين الحداد. باش نخلي لك كلمة الختام معاه اللي كنت قبل ما نقول لك تصبح على خير تنجم أنت تسلم على خير. يا سيدي شكرا ونعمل اختيار على ابن القيروان سي زين الحداد في رمضان إن شاء الله رمضان مبارك على الأمة الإسلامية وعلى أهالي القيروان اللي انا مدين برشا للمدينه القيروان اللي تعلمت فيها الفن. ونحب نرحم على شيخنا الكبير سي محمد البراق الله يرحمه وينعمه مدرستي الاولى الله يرحمه ونحب نحيي جميع من علمني حرفه في القيروان واللي تعلمنا عليهم وان كنت بنفسي يوما فخورا ففخر يعود الى القيروان سامحوني يعني حقيقه اختيار سليم جدا مع الزين الحداد في هذا رمضان المبارك ويعطيكم الصحه على اللمه وان شاء الله موفقين في برنامجكم. شكرا لك وتحياتي لجميع الحضور سي محمد الخضراوي وسي العمالي وجميع الحاضرين والمستمعين. شوفوك بخير اخويا شوفوك بخير ان شاء الله بخير ونقول لكم مره اخرى كل عام وانت بخير وان شاء الله صحه شريبتك. ونخرج في فاصل ثم نعود معكم فلا تغادرونا مستمعينا الاكارم. حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية كل نهار ثلاثة من العشرة نص الليل على الحياة فام. حديث الروح إذن اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سمعنا أغنية جميلة بعنوان اللهم صلي على المصطفى وهي أغنية قيروانية جات في عرض جميل برشا قطوفه دانية اسمه قطوف عربية.
زي الحداد، احكي لنا شوي على العرض الممتاز هذا. العرض هذا عرض قطوف عربية، هي فكرة جاتني وأنه نقدم سهرة صوفية دينية. بالضبط، تعرف الأغاني الصوفية حاجة والأغاني الدينية حاجة، جمعت ما بيناتهم. فما حبيتش ناخذ أغاني المتداولة في الساحة الموسيقية، مشيت خذيت أغاني من معناها من موطني، من 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 القيروان. خذيت أغنية صلوا على بدر التمام للشيخ عبد المجيد بن سعد، خذيت اللهم صل على المصطفى، خذيت تشويق الحج، وخذيت بدأنا بسم الله. هذوما الأغاني هذوما بديت بهم العرض، لكن قلت كأغاني شوية كيفاش نجم تطور هالعرض هذا. وليت خذيت أغاني عربية صوفية دينية. أيوة. مشيت المغرب خذيت يا محمد صاحب الشفاعة، ما شاء الله حلوة. مشيت لمصر خذيت سلو قلبي، الله الله. مشيت لسوريا خذيت المولوية، الله الله. وبعد ختمتها وليبيا خذيت زي بدأنا بسم الله، خاطر هي أغنية ليبية. ليبية. والأربع أغاني والخمسة أغاني ذوما كانوا معناها تطريز للأغاني اللي معناها بديت بيهم هذمك بتاع الدينية اللي هم من القيروان، وسميتوا العرض قطوف عربية. بالضبط. إلى جانب هذا عملت وقتها كوكتيل بيا حنيني. أيوة. متبوع بوصلة من الأغاني الصوفية، الكناني سرك تشهر بابا الكناني يا وابن حمامة وكل جو ذاك. وفي قيرواني 100% 100%. مادام كنت تلقت من القيروان. أيوة. وبعد ما عملنا دورة في العالم العربي رجعت للقيروان ورجعت زاد بروتها. والعرض هذا سميته قطوف عربية، تقدم في مناسبة المولد النبوي الشريف، جمعية معناها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في القيروان. الحقيقة استضافوني وقدمته في دار ثقافة، وأيضا قدمناه في عملناه للنادي روتاري المرسى في المنزه السادس، وأيضا قدمته في مهرجان المدينة في دار حسين. والحاجة الباهية في العرض هذا وأنه كلي تقول عرض معناها صوفي وديني، لكن ما تلقاش فيها كل أغاني المتداولة، تلقى حاجات أوريجينال. وأنا حبيت نخرج حاجات متاع القروان، نخرجها ونزيد نعطيهم دفع. الفرقة يظهر لي حتى الفرقة هي هزيت معايا من القروان، خاطر هما يحفظوا والعرض هذا النوعية هذيك يتقنوها في الإيقاع وفي التنفيذ، يتقنوها يتقنوها الأولاد مهاب كركود ومحمد الوسلاتي معاهم، وكان عرض جميل برشا. والجمهور اكتشف جانب اخر ونوعيه اخر من الاغاني الصوفيه الدينيه، فهمت اللي ما كانش يعرفها. والعرض هذا تسجل وبثته القناه الوطنيه الاولى تو مده اسبوعين ولا ثلاثه اسابيع، حصلوا عنده ما يقرب ثلاثه اسابيع. نحن تو في رمضان نرجعوا زوز اسابيع ثلاثه اسابيع قد بثته، وجمهور كبير تابعوا وتفاعلوا على محتوى الفقرات هذه. كانت فكرة من جملة الأفكار العروض اللي معناها قاعدين نخدموا عليها. فكرة حلوة، ونحن لاحظنا يعني أنه حتى التنفيذ الموسيقي، مش حتى التنفيذ الموسيقي، كان يعني يشاد الانتباه برشا. يعني مقدمة موسيقية جميلة برشا اللي تسبق مثلا تشويق الحج، توزيع جميل وأنامل حلوة وتنفيذ ما شاء الله. تحس يعني روحك يحطك في إطار جميل برشا، حتى المختص في الآلة وفي الموسيقى يطرب، فما طرب، ما فماش كان يعني شوية دينية وشوية. عندك أغنية صعيبة زاد محمد صاحب الشفاعة، إيقاعها صعيب برشا، إيقاعها صعيب صحيح، ولوازمها الموسيقية وتنفيذ فيها توزيع ماشي سهلة. هي ممتازة من أجمل الأغاني، غنوها برشا فنانين كبار، صعيبة وثم وثم حاجه تقنيه. انت تو باش نكلمك كعازف متميز وممتاز على آلة كمانجة، العفو ربي يفضلك، وانه في الوصله نتاع بيا حنيني وبن حمامة وكل فولكلور القيرواني، الجمهور القيرواني الكل مستانس به بالطبلة والزكرة. بالضبط. انا عمل له جلال ورثاني، عمل له توزيع، ولات الفرقة الموسيقية تعزف الى جانب معنا الزكرة، اما تعزف الوازم تاع بيا حنيني وبروتة، معناها وهنا وقع مزج بين الفولكلور القيرواني يعني الأغاني الصوفية القيروانية، وفي نفس الوقت الفرقة الموسيقية. فعلا خاطر علاش قلت لك الوذن نتاع توب كلنا الأولاد في القروان والنساء في القروان نحبوا الفرقة كركود وقرفالة، حزب قرفالة، لكن أنا تشبعت بهم هذمك. وقت اللي عملت العرض
قلت هات نعطي نطور شوي. عملت لها التنفيذ بالفرقه الموسيقيه، والتنفيذ اشرف عليه عبد الباسط متسهل ريتوه انتوما، والحقيقه ما قصرش عبد الباسط. وهنا تكون معناها اللمسه، لمسه التجديد بالضبط. هنا فما اللمسه الحلوه اللي تعطي للعرض يعني قيمه اخرى للتوزيع، ويعني التداول يكون يعني بشكل ذكي وشكل جديد، وهذا ما يحسب للفنان والاخ. تستغيل الاذن بالطبع، تستسيغه بسرعه، تستسيغه الاذن بسرعه، معناها ما في وشي معناها حاجه اللي باش تحسها خارج، ما فيش تكلف يعني فما سلاسه فعلا. نكة أخرى سنطلبوا بالضبط بالضبط، وهذا يحسب الفنان زين حداد، وبارك الله فيك. ونحب نسمع توا جزء من عرض قطوف عربي. حديث الروح، حديث الروح، حديث الروح، برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية، كل نهار ثلاثة من 10:30 على الحياة فام.